بتبدأ حكايتنا وبنشوف جميلتنا بيجي وبتتفاجئ بأمون بيعرفها بحكاية الطقوس اللي هيعملها علشان يكون ملك قبيلته، وبيقول لها محتاجك تكوني جنبي في اليوم ده، فبتقول له أنا موافقة لكن مش كنت تقولي؟ لأنه الملك فاجئني وعرفني إني لازم أروح. وهو بيرد أنا قلتلك قبل كده بس أنت كنت سرحانة، وهي برضو مشغولة باللعب بإيديه الكيوتة، فبيقول لها كفاية. وبعدها بتسأله احتفالية الطقوس دي شكلها جامدة قوي ومحتاجة أجهز لها نفسي علشان أليق بيها، فبيقول لها بثقة ما تقلقيش أنا اللي هرتب لكل حاجة، فبتبان متحمسة بباور جامد وبتقوله ده أنت فاضل لك حبة وتطلبني للجواز، وهو عيونه الحلوة بتوسع من الخضة وبيقول أنا ما قصدتش كده، وهي بتردها له وبتقوله أنت صدقت أنا كنت بهزر مش أكتر، وبتلقاه صامت ومتأثر فبتقول في نفسها ليه فجأة بي اوفر قوي كده ده أمره يحير، وقطنا بيقول في نفسه حبيبتي كبرت وفي سن الجواز وأنا كمان بعد الحفلة سن هيكون مناسب أختار شريكة حياتي، لكنه بيداري عنها بيقول لها على فكرة انت لسه صغيرة على انك تتجوزي، وهي بترد بزعل لا أنا مش صغيرة وانت كمان مش صغير، قابل بقى يا معلم البنت قفلتها لك، وهو بيعقدها لها وبيقول لها أصل سن الجواز عندنا مختلف خالص، وهي مصممة تفهمه فبتسأله إزاي، وصاحبنا بيقول أي كلام فاضي وخلاص، وهي ولا فاهمة منه حاجة، فبتقول يا حرام ده متلخبط لأنه قرب ميعاد الاحتفالية المهمة له، النهاردة بيكون يوم مميز وهو يوم الاحتفال، وبنشوف أميرتنا في فستان ملكي أحمر جميل، وبيفاجئها والدها الملك وبيقول لها خدي بالك من نفسك، وبيودعها وبيسيبها وهي متأثرة ومبسوطة من اهتمامه بيها. ودلوقتي أميرتنا بتوصل وأول حاجة بتقابلها هما قطين حلوين بيستقبلوها وبيقولوا عنها إنها تبع أمون وإنه جامد قوي لأنه قدر يخلي البنت الحلوة دي تيجي الحفلة. وبعدها بتبدأ الطقوس المقدسة وهي بتقول فعلا شكلها حاجة مهمة جدا، وأمون كان له حق لما بيقول عن نفسه إنه من عشيرة عظيمة بس ده أنا خايفة عليه قوي. ودلوقتي بنشوف المراسم بين التلاتة الأقوى من نمور الشنيسو، وأمون موجود في وسطهم وهي بتكون قاعدة وبتتفرج على طقوس الاحتفال، وأفراد القبيلة هم بيجرحوا إيديهم بمخالبهم الحادة وبيبصموا بيها على جبهة اللي بيقوموا بالمراسم، والمنظر بيرعبها بس بتقول لا أنا جامدة ومش خايفة، وبتقول في نفسها لازم أفضل مركزة معاه لأني جيت علشانه. وبعد شوية وقت المراسم الرسم بينتهي اما هو فبيقول اخيرا الطقوس خلصت، ولما بيروح لها بيلاقيها مفرهده وخلصانه وملامح وشها كانها خارجه من فيلم رعب، لكنها بتنتبه على صوت امون بينادي عليها وبيقول لها يلا بينا، فبتفتح عينيها وبتلقاها قدامها وملامح وشها بتتغير على الاخر، وبفرحه بتحضنه وبتحمد ربنا انه بخير، وكمان باصص لها بعيونه اللي بتحبها بتساله ودلوقتي المفروض ايه اللي هيحصل، لكن في وسط ما هم ناسين روحهم كده بيبصوا فبيلاقوا كل باصص عليهم ومستغربين من امون العظيم اللي البنت بتحضنه، وهو مش لاقي حاجه يقولها لهم فبيقول الاميره تعبانه ولازم تروح، ولما بيخرجوا هي بتسأله لكن احنا هنروح فين انا مش شايفة غير الغابات قدامي، وهو بيقول لها هنروح بيتي، فبتسأله يعني انت عندك بيت، وهو بيرد طبعا احنا بنعيش في بيوت مش زي النمور العادية، وكمان انا مش اي حد وبيتي هيعجبك رغم اني بعيش فيه لوحدي، فبتقول في نفسها مع اني عارفاه من سنين اول مرة اعرف انه عايش لوحده، وبتسأله عن القطين اللي شافتهم معاه قبل كده وليه هما ما عرفوهاش دلوقتي، فبيرد افراد قبيلتي عندهم كل البشر شبه بعض، فبتسأله لكن انت مختلف عنهم مش كده، فبيقول لها ايوة طبعا وبشوفك مش زي اي حد تاني ابدا، فبتفرح بكلامه الحلو وبتقول انا عنده حاجة غالية جدا، وفرحتها على وشها مزودة من جمالها جمال. وهم دلوقتي بيوصلوا سوا لقصر امون وبيقول لها انا عندي خدم كتير بس هم دلوقتي مش موجودين، وبيشاور لها علشان تروح تاخد شاور، لكن بعدها بنشوفه وعينيه بتلمع على الاخر، والسبب هو ان جميلتنا قدامه وبتبدل فستانها، وهو بيقول لها ليه بتغيري فستانك هنا، وهي بترد بكل
بهدوء عادي علشان اروح اخد الشاور، وهو بيكون نازل تخبط في نفسه وبيقول وبرضه ليه هنا، وهي بتكمل بنفس هدوءها لاني خلاص مش طايقه الفستان الضيق وانا لابساه من الصبح، اما هو فلسه بيخبط في نفسه وعجبها قوي كسوفه وشكله هو خجلان، فبيقول لها متهيألي تروح تاخد الشاور بتاعك، فبتزودها معاه ونازل هزار ولسه هو مخبي وشه منها، وفجأة بيفكرها انه في لحظة يقدر يتحول لشاب قدامها، وبتسرح في خيالها بانه بقاله فترة مش بتحول لشاب قدامها ولا واخدة بالها انه حالته حالة، فبتسيبه وبتقوله خلاص انا رايحة، وهو بتروح منه خالص وبيبدأ يتحول، وهو بيقول في نفسه حبيبتي مش عارفة انا ليه بقالي فترة مش بتحول لشاب قدامها، وبنشوف شاب امور والكسوف معها على اخره، وبيقول لاني في طبيعتي البشرية اكيد هقول لها اني واقع في حبها، ودلوقتي بعد ما عدى شوية وقت بنلقاها بتسأله انت ليه لسه ما نمتش، وحتى هو بعد ما تحول لقط دقات قلبه مش مخليه عارف ينام، فبيديها رغي وبيسألها عن حياتها وهي طفلة صغيرة، وهي بتفضفضله باللي جواها وحكايتها عن الشخص المفتري اللي كانت بتخدمه وبيعذبها، فبيسألها تعرفه المجنون اللي عمل معها كده، وده بيفكرها بلقطة من الماضي بتخليها متأثرة على الآخر، وقطها بيقول لها بحماس لازم تورهولي وهخليكي تفتكر الماضي من غير ألم، وهي بتعيط وبلسانه الكيوت بيمسح لها دموعها في منظر اخر كياته وبتحضنه، وبعد شوية بتروح في النوم وقطها بيكون جنبها، بنشوفه في لحظة بيتحول لشاب وسيم، وبتكون جميلتنا لسه رايحة في نومها وهي نايمة على رجله، وبيكون باصص لوشها الجميل في لقطة مليانة رومانسية، ودلوقتي بنشوفهم وهم في طريقهم وبتسأله ليه شكلك ما نمتش امبارح كويس، وهو بيقول لها لا انا نمت كويس قوي لكن احنا عارفين انه السبب هو وشها الجميل اللي فضل طول الليل باصص له ومش قادر ينام، ودلوقتي بيسمعوا صوت قطع الطرق قدامهم وبيهددوهم، فبيقول لها انزلي انتي من على الحصان، وفعلا بتنزل، وبعد كده بتسأله هتعمل ايه، فبيقول لها مفيش حاجة هلعبهم شوية، وفعلا بنشوف النتيجة وهو مبهدل العصابة كلها وواقعين على الارض وخلصانين على الاخر وهو مسيطر، وده الحصان كمان مبسوط انتصارهم ومزقطط على الاخر، وفي اللحظة دي هي بتلمح شخص وقع على الارض وبتستغرب لانه له عيون ذهبية، والناس اللي ليهم الصفة دي ليهم قدرات خاصة، والدقايق الدهشة بتسيطر عليها وبتقول دي حاجة غريبة قوي، ده انا في حياتي كلها ما قابلتش غير امي ليها العيون الذهبية، واخيرا بيوصلوا للبلد اللي هي عاشت فيها وبتتأثر جدا، وبتقول له ارجوك يا امون احضني، وفعلا في حضن قطها الجميل بتبدأ تهدى، ولما بتدخل المكان اللي فيه الشخص المجنون هو ما بيعرفهاش، فبتقول انا دلوقتي مختلفة عن الطفلة اللي كان بيعذبها، وبصة من امون بيأكد كلامها، ولما الشخص ده بيفتكرها بيقول لها بعد ما اختفيتي قالوا عنك اشاعات كتيرة واكيد انت عملت عاملة وجاية تستخبي هنا، وبيمسك ايدها قصده يضربها، وقطنا بيبين له الوش المرعب فبيسيبها، وهي بتاخد فرصتها وكمان بتاخد طارها ضربة قلم بتعلم على وشه، ومش بيكفيها كده فبتخبطه في رجله وفين يوجعك، وبطلتنا الجامدة مسيطرة، ولما بيرفع ايده علشان يرد لها الضربة ما بيقدرش لانها بتهدده، وكمان بيشوف امون بيبص عليه وهو عارف ممكن يعمل فيه ايه، وبنشوف في لقطة روعة بطلتنا وعلى رجلها قطها وقاعدين وعلى الاخر مسيطرين، وبيفضل المجنون ده يعتذر لها ويتوسل لها، فبتسيبه وبتخرج، ولما بتطلع بتديها انبساط هي وامون، واللي بيقول في نفسه المجنون ده لو لمسها لازم هقتله، والغريبة اننا بنشوف دلوقتي نفس الراجل وهو ناوي على الشر، والمجنون ماسك سكينة في ايديه وشكله فظيع على الاخر، وبيستحلف لبيدي لكنه بيسمع صوت حد بيكلمه، ولما بيلف بيشوف امون ومستنيه بقلب ميت، وبيقول له هتندم وانا حذرتك،
وبعدها المجنون ده شكله كده هيوحشنا، اما دلوقتي فبنشوفه بيصحي جميلتنا وبيقول لها انا جعان قوي، وبعد كده بيكمل وعايزك ما تخافيش من حاجة وانا جنبك. وطبعا قطنا عنده حق على الاخر، فبترد وهي بتضحك فعلا انا مش هخاف ابدا. وبعد ما شوية ايام عدت بتكون اميرتنا في القصر، وبيجي لها اخوها ارت وبيسألها باهتمام عن طقوس نمور الشنيسو واللي هي شافتها، وبيسألها ليه انت الوحيدة اللي روحتي، وهي بتقوله يمكن لاني علاقتي كويسة معاهم، وهو بيقول في نفسه فعلا هم قبل كده قاموا بحمايتها، وبيوصل وبيقطعهم الملك والدهم وبيقرب من اميرتنا وقصده يطمن عليها، وهي بتكون بنوتة جميلة في ايدين باباها اللطيف وبتحب تطمنه بتقوله عن النمور انهم هما كمان رحبوا بيها. والملك اللي غرقان في خياله بيقول لها وهو سرحان كل يوم بتبقي شبهها اكتر، وقصده طبعا مامتها الجميلة واللي هو حبها قوي. وبنشوفه بيطبطب على راسها بحنية، لكن من برضه اللي بيشوف الموقف ده الاخت المنافسنا واللي بتقول بنفسنا مش حاسبها ابدا تشاركني في والدي الملك، وبتكمل بس غريبة انها راجعة ولا حصل لها اي حاجة مع اني بعدت وراها قطع الطرق وامرتهم يخلصوا عليها. لا ده ليفل الشر عندها بقى عالي قوي. ودلوقتي بنشوف اميرتنا الجميلة وبتفتكر قطها اللي وحشها قوي، بيقول لها هسيبك لمدة شهر لانه عندي حاجات مهمة هخلصها، وبيكون قصده الطقوس الاخيرة والقتال الاخير علشان يكون فعلا ملك القبيلة. وهي بتقول انا قلقان عليه مع انه قال لي انها حاجة بالنسبة له سهلة جدا، ومع انه وحشني بس ما فيش قدامي غير ان استنى قطي لحد ما يرجع لي. وبعد كده بتجيلها فكرة وبتقول للوسي يلا ننفذها واروح اطمن على امون. وشوية ولارت بيوصل وبيسأل رايحين فين، فبيردوا رايحين الغابة، وبيجي بتقول انا متأكدة انه جاي علشان لوسي لاني حاسة انه بيحبها وعنده حق، صاحبتي جميلة ولطيفة. وهو بيقول يلا انا هاجي معاكم. ودلوقتي بيوصلوا والبنتين بيقعدوا يستريحوا وبيلاقوا فطر طعمه وريحته حلوين، واميرتنا بتكون بتعرفه، فلوسي بتستغرب وهو بيرد لانها كانت دايما بتخرج لوحدها. وفجأة بنلاقي لوسي بتعيط وبتقول معقولة كانت لوحدها، وهو لما بيشوف دموعها بيقول انا ما قصدتش اخليكي تتأثري، وبيجي كأنها ما بتصدق وبتقول له يلا حالا اعتذر لها، وبتخليه هو اللي خلاص هيعيط وبيقول انا اسف ما كنتش اقصد، وبيجي بتقول في نفسها ده حب جامد بقى. وبعد ما بيمشوا شوية بيحسوا ان الطريق فيه شيء غريب، وهي بتقول مع اني زرت المكان ده كتير قبل كده لكنه دلوقتي كأنه في حاجة غلط. والارت بيقول بيننا كده تهنا. وبعدها بنشوفه رفع سيفه وبيحاول يحمي بيه بيجي ولوسي من الخطر اللي قدامهم، لكنه بيقول لها فين صاحبك نمر الشنيسو ينقذنا، وهي بتقول له خليك في حالك. فبيظهر قدامنا وحش دب عملاق وشرس، وفي اللحظة دي خطته وانهم يهربوا ويجروا لحد القصر. هو فعلا الجري نص الجدعنة، وبيجي بتقول له نتقابل في القصر، لكن الدب المفترس بيهاجمها وبتجري بسرعة وبتنادي على امون وبأعلى صوتها، وبتكون نفسها تشوفه وبتناديه من قلبها، والدب مستمر في هجومه عليها فبتقع على الارض ومرعوبة من اللي هيحصل لها. وبعد شوية مش بتصدق نفسها لما بتلقاه سمع صوتها وهي بتناديه وجه ينقذها، وهو في نفس الوقت ده كان في قتاله الاخير لزعامة قابلته وسمع صوتها وساب كل حاجة علشان خاطرها. وفي دقيقة واحدة امون بيكون خلص على الدب المفترس وبيرجع لها يطمن عليها، وبتاخده وبيروحوا يطمنوا على لارت ولوسي، بس امون بيكون له رأي تاني وبحركة منه بيدي لارت في الهوا شوية شقلبة وبيقول له ما قدرتش تدافع عنهم، وقصده يقول له استرجل شوية. وبعد ما بيطمنوا على لوسي بتسيبهم وبتمشي، وهي بتقول له وانا كمان همشي، لكن نمرنا الجامد بيقرب منها وبيسألها خايفة مني، وهي شايفها قدامها اتحول لنمر عملاق وتغير عن كونه قطها الكيوت لكنه بيكون بنفس طريقته الكيوت، وبيطلب منها ما تخافش منه لانها كل حياته. فبتقول في نفسها نمر الجميل لسه بنفس طريقته اللطيفة، فبسرعة بتقول له خلاص ما تزعلش هقضي الليلة دي معاك.
وهي حتى وبتاخد شاور نازلة تفكير فيه، وبعد كده بنشوفهم مستعدين للنوم وكل واحد منهم سرحان في التاني وبيفكر فيه وبتقول ازاي اقدر اخليه يحبني، يعني مثلا اهتم بشكلي اكتر واكون اجمل. اما هو فبيقول في نفسه لو فضلت على الحال ده هتجنن. وفي يوم جديد بنشوف اميرتنا وشكلها كده لسه في سرحانها، وفي لحظة بيجي لها امون وهي بتنتبه له وبتبتسم وبتقول له انا مش مصدقه عنيا، وبنشوف نمرنا الجامد في حضن بطلتنا الجميلة وبينها كده مش هين عليها تسيب حضنه الجميل، وبتكون قلقانة لانها سابته في قتله الاخير. وهو بيطمنها وبيقول لها انا كويس، لكن بيكون احساسها انه جواه حاجة مختلفة، فبتسأله من تاني معقولة يكون عندك اي مشاكل؟ فبيرد عليها بثقة انا معرفش الكلمة دي، انا خلصت كل اموري واصبحت ملك قابلتي الحقيقي والحاكم اللي محدش يقدر يرد كلمتي. وطبعا نمرنا الجامد اخر سيطرة وهي بتقول في نفسها كل ما بيقرب مني بيخلي دقات قلبي هتقف. اما نمرنا الجميل فبيعبر عن حبه لكن على طريقته الخاصة وكيوت قوي، وبيقول في نفسه حبيبتي عايز اخبيها عن العالم كله. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا اعجاب وقولولي رأيكم في التعليقات. باي باي.